ما هو مقلوب العدد 2 و4 على 5؟ إذا أردنا أن نحول هذا العدد إلى كسر علينا أن نكتبه على صورة كسر أو على صورة كسر غير صحيح. حتى الآن هو عدد مختلط، لذلك سأقوم بكتابته على هيئة كسر غير صحيح. إذن 2 و4 على 5، إذا أردنا كتابته على صورة كسر غير صحيح فسيبقى المقام 5، لكن البسط سيصبح هنا 5 ضرب 2 زائد 4، لأن 2 عبارة عن 10 على 5. لذلك دعونا نكتبه بهذه الصورة، 2 ضرب 5، 2 ضرب 5 زائد 4. 2 ضرب 5 يساوي 10، هنا 10 على 5 هي نفسها 2، و 4 على 5 هي نفسها هنا. إذن هذا سيصبح 5 ضرب 2 زائد 4، فالناتج 14 على 5، وهذا كسر غير صحيح. هذا مكتوب بصورة عدد مختلط وهذا بصورة كسر غير صحيح، لأن البسط أكبر من المقام. الآن نريد أن نجد مقلوب الكسر. لنجد مقلوب الكسر أو مقلوب العدد عليك أن تبدل ما بين البسط والمقام. إذا نحن نريد هنا لأكتبه بلون جديد. إذا كنت تريد أن تجد مقلوب العدد أو مقلوب هذا الكسر، عليك أن تبدل بين أماكن 5 و14، وبدلا من 14 على 5 سيصبح 5 على 14. انتهينا.